السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في نشرتنا الجوية، أجواء قائمة إلى غائمة جزئيا لنهار اليوم، وأيضا فرص أمطار حاليا موجودة غرب وجنوب البلاد. فرص الأمطار مستمرة معنا إن شاء الله حتى صباح يوم الأربعاء، ورياح أيضا متقلبة الاتجاه لنهار اليوم، سرعة تتراوح ما بين 6 إلى 22 كيلومتر بالساعة، ودرجات حرارة حاليا متفاوتة ما بين 18 أو 17 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية. 17 درجة مئوية حاليا على مدينة الكويت، ومتوقع أنها تكون ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية كأقصى حرارة. رياح متقلبة الاتجاه حاليا سرعتها 6 كيلومتر بالساعة، مع أجواء أيضا غائمة جزئيا على مدينة الكويت، رطوبة نسبية حول 50%، رؤية أفقية ممتازة 10 كيلو. فرص الأمطار إن شاء الله تزداد معنا هذه الليلة، وأيضا تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية سرعتها من 8 إلى 40 كيلومتر بالساعة. فرص لأمطار رعدية متوقعة، فرص ضعيفة هذه الليلة لكن متوقعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة منتصف هذه الليلة متراوحة ما بين 13 إلى 14 و 15 درجة مئوية على المناطق البرية، 16 درجة مئوية على مدينة الكويت، مع فرص لأمطار خفيفة إن شاء الله، وأيضا فوت ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية على السواحل والجزر. فرص لضباب أيضا، شكل ضباب في ساعات صباح الأولى إن شاء الله غد، ورؤيات أفقية متوقع أنها تراوح ما بين 800 إلى 1000 متر. منتصف نهار الغد فرص الأمطار تزداد، وأيضا فرص السحب الركامية تزداد معنا، فرص الأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق منتصف نهار الغد، ورياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، ودرجات حرارة أيضا متفاوتة ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية على المناطق البرية، 19 درجة مئوية على مدينة الكويت، وأيضا تفاوت ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية على السواحل والجزر. الأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة لنهار اليوم، حالة البحر خفيف، الموج متوقع لكن يكون ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 6 قدم خاصة مساء اليوم، وأيضا حاليا التيارات البحرية في فترات الحمل. موعد أذان الفجر الساعة 5:16 دقيقة، شروق الشمس الساعة 6:41، أما غروب الشمس بمشيئة الله الساعة 4:57 دقيقة. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، فرص الأمطار الرعدية موجودة معنا إن شاء الله منتصف نهار يوم الثلاثاء، وتقل الفرص تدريجيا مع بداية صباح يوم الأربعاء، مع فرص لتشكل الضباب أيضا صباح يوم الأربعاء على بعض المناطق. رياح شمالية شرقية اليوم الثلاثاء سرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، ودرجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، 14 درجة مئوية لأدنى حرارة. تحول للرياح إلى شمالية وشمالية غربية خلال 4 أيام القادمة، استقرار أكثر في الطقس إن شاء الله يكون من بداية يوم الخميس، فرص ضباب في الصباح الباكر ليوم الأربعاء، مع درجة الحرارة متوقع أنها تكون 19 درجة مئوية لأعلى حرارة، 12 درجة مئوية على مدينة الكويت، ومتوقع أنها تكون ما بين 5 إلى 8 درجات على المناطق البرية، ورياح شمالية غربية سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلومتر بالساعة. تتراجع سرعة الرياح تدريجيا ابتداء من يوم الخميس، وأكثر استقرارا في الطقس متوقع أيضا. رياح شمالية غربية سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة ليوم الخميس. أجواء مشمسة تستمر معنا حتى يوم السبت، مع 18 إلى 19 درجة مئوية لأقصى حرارة على مدينة الكويت، 11 درجة مئوية لأدنى حرارة، وأيضا تنخفض على المناطق البرية ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية. ورياح شمالية غربية أيضا تستمر معنا يوم الجمعة والسبت، سرعتها تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة.